السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وياكم اليوم محمد خالد من قناة محمد خالد. اليوم راح نشوف تخطي قفل شاشة سكرين لوك الجهاز J610F. طبعا الحماية الأولى الأندرويد 7.0، طبعا أكيد بدون فقدان بيانات وعلى عملاق الـ EFT دنجل. هذا التليفون مثل ما تشوفوه مقفول جوجل سكرين لوك، قفل الشاشة. طبعا ما يريدون فقدان البيانات البي، فراح نشوف هذا العمل كيف راح يكون عن طريق الـ EFT دنجل. راح ندخل طفي التليفون وندخله بوضعية الداونلود مود ونرجع لكم شوية. طبعا بعد ما دخلنا الهاتف بوضع الداونلود مود هاي وصعوبة، يعني طبعا لانه التليفون بهاي الحالة الكل يعرف انه اذا مقفول بقفل شاشة حتى من تريد تسوي له اطفاء راح يقول لك ادخل النمط، والنمط هو اصلا يعني مستخدمي اكثر من مرة غلط. راح نشوف اصدار الهاتف وحماية الـ FRB موجودة او لا. مثل ما تشوفون موجود FRB lock موجود و system switch way، يعني حالة الهاتف official رسمي يعني اصدار. بالبداية راح نشبك الهاتف باللابتوب. ودخل الهاتف بوضع الداونلود وتم توصيل. نختار الموديل، وهذا الموديل J610F الحماية الأولى والأندرويد 1. راح نسوي ريفرش. وننتظر لحين اكتمال العداد اللي بيظهر هوني. راح نشوف مدى قوة الـ EFT دنجل. أربعين بالمية لحد الآن. خمسة وخمسين وسبعة وخمسين ما بقى شيء. سبعين. أربعة وسبعين. خمسة وسبعين. فايل داونلود دان. مثل ما تشوفون راح نضغط
ريسكان ونختار الآن، نضغط وان كليك. والتليفون سوى عملية ريبوت، اطفاء واشتغال، ومن هنا waiting for ADB device كما تظهر هنا، دي يقول انتظر وضع جهاز الـ ADB ونشوف. الجهاز مرة ثانية عمل عملية ريبوت، وهذا الهاتف مثل ما تشوفون عمل عملية ريبوت، ويظهر انه هنا سكرين لوك ريسيت اوكي بالانفو انفورميشن. راح نشوف هل فعلا انه تم تخطي حساب قفل السكرين، قفل الشاشة من هذا الـ EFT أم هذا الهاتف شغال على 24 حباية. شكرا لهذا الفريق الرائع، شكرا لهذا الفريق الرائع. راح نفوت على اصدار الهاتف، ومثل ما حكينا في بداية مقطع الفيديو معلومات البرنامج. والسكرين بكل قوة قرأ البورت 17، والداونلود اللي ظهر هنا الملف الخاص بالدنجل، ومن ثم تخطى الحساب. شكرا جزيلا لهذا الفريق. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة، واطرح اي مشكلة خاصة بالسوفتوير او قفل الشاشة او حتى الهاردوير راح اعلق عليها وانطيك حل ان شاء الله تعالى. اشوفكم بخير.